ماهر عطار موجود معنا اليوم، مصور وناشر ثامن كتاب له بالاسواق، بس هالكتاب كتير مميز وكتير سبيسيال من كل النواحي، ان كان من الموضوع او ان كان حتى من طريقه يعني وضع كل هالملفات اذا فينا نقول بفولدر هيك كتير حلو وكتير انيق، وبنفس الوقت فعلا فيه إذا فينا نقول ثروات، إن كان ثروات فنية أو ثروات من مناظر لبنان الرائعة والأماكن اللي بيقول منسية. ماهر أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. خبرنا عن هالبروجي. بصراحة هذا البروجي هذا ثامن كتاب لإلي وثاني كتاب لإلي يعني عمل لبناني إذا بدك محط. الفكرة منه كان هو تجميع يعني العمل مختلف تماما من ناحية التقنيات بالنسبة للطباعة والطريقة التصوير اللي هي مختلفة جدا. أنا كبورتريتست حبيت أعمل كل أرتيست إذا بدك، هو الكتاب فيه 12 أرتيست واثنين كونسبت بس كلهم بعالم الـ يعني الآر الفن. فالفكرة كانت أنه أقضي وقت مع كل بالأتولية عند كل مع كل أرتيست، وبعدين أخذت كل أرتيست على محل منسي بلبنان إذا بدك، محلات مهجورة صارت تقريبا جزء منا من حياتنا اليومية، بنمرق حدا ما بنشوفها ما بننتبه لها، وحبيت ضوي عليها من خلال الفنانين اللي تعاونوا معي تعاون يعني إلى ما لا حدود. وهون بس نقول الفنانين من مختلف الميادين. صحيح صحيح. مثلا هون عندك حسين حديد اللي هو حسين حديد شيف كمان. صحيح شيف اكزاكتو مولارد جاسترونومية. عندك هبة طاوجي كمان تغني. هون أنا شار بسبوس. وحتى عملية طباعته كانت كمان يعني أنا بتشكر المطبعة اللي طولت بال علي كثير هن دوتس. كان بالهم كثير طويل لأنه عملية طباعة هو أسود وأبيض بس طباعته هو 2 جراي يعني 2 جرايز و 1 بلاك. سو ما بنستعمل يعني بونتون يعني ما بنستعمل سي ام واي كي 4 الوان يعني بنخلط الوان حتى نعمل اسود وابيض. فهيدي وبعدين الورق ريسايكلد. فكل الكونسبت يعني وبعدين الكتاب مميز بانه 500 نسخه ليميتد اديشن، 500 نسخه مرقمين وموقعين مني انا كاوثر. هن كفنانين يعني رح يكونوا اكيد عم يتعاونوا مع هيك صور، منا ابدا يعني بس هيك تصوير فوتوغرافي. صحيح. او سيانس فوتو، هي اكثر من هيك بكثير، فيها كثير الصوره من المعاني. فكفنانين هي انا كفنان حبيت انه انا كفنان اعمل شيء عن الفنانين، عرفتي كيف؟ بتتذكري من سنه ونص وعدتك لما طلعت من هون انه كبورتريتست اني اعمل شيء عن لبنان، وكانت هيدي الفكره اللي طلعت فيها. وانا سعيد جدا اذا بدك اذا ملاحظه كمان كل واحد له مثل ما قلت سميتيه ملف كيه. هي كانت كمان تقديرا لكل فنان ولجماليه العمل حتى كمان عامة. وهيك كانه يعني كل فنان او حالك بمكان معين. صحيح صحيح. هي العمليه اذا بدك لما انا بقضي وقت، انا طريقه عملي شوي خفيه مع كل فنان او عاده يعني انا بشتغل بكاميرات شوي صامته وما بستعمل فلاش، وبشتغل بحب بشتغل بستعمل الاضاءه العاديه الاضاءه الموجوده الدي لايت، وحتى لو كانت جوا يعني بغرفه مسكره او لا. فهالعمليه هيدي بتساعدني كيف اذا بدك اسرق الخصوصيات لكل شخص وشوفه يعني اخده بحالات هو بينساني اساسا، لما مجرد ما ينساني بصير انا برتاح اكثر وبيطلع معي هالعمل هيدا الحلو. بس بعدين طبعا حتى لما باخده على محل حتى يتبوز يعني يعمل بوز كرمال الصوره هيدي، ما فيها التركيب بمعنى التركيب الاضاءه وال 20 اسيستنت ومين شغله، لا بشتغل على الضوء الطبيعي، بنقي الوقت الساعه اللي بدي اياها. طبعا بكون قبل بساعه بكون انا عامل سكاوتنج قبل يعني يومين ثلاثة وبرجع واخر النهار كمان وبكون قبل بساعة وبنبقى بعد بساعة يعني درست الفنان درست الموقع صح شفت شو بدهم يعطوك إيحاء الاثنين وبعدين عم تشتغل هدا الفنانين أكيد بيقدروا، ونحن كمان كجمهور رح نكون عم نقدر هاللوحات الحلوة. قلت إنه المناطق هي أو الأماكن يلي صورت فيها هي أماكن منسية. صحيح صحيح. ليش تعتبرها منسيه منسيه ومهجوره اذا بدك؟ هلا انا بدي يعني بدي اذا بين هلالين، ما بحب اقول كلمه تستعمل لانه مشكلتنا للاسف عم نحكي نحن كثير دائما بقصه الزباله بلبنان يعني، بس هي الاماكن وسخه وزباله ولا عايشين، بس عم بحكي انه انا كانسان انا عم عاني منها بلبنان يعني بعد ما رجعت، انه هيدي اللي بتشوفيه دائما كل الوقت
اون بيرمانون يعني دائما دائما كيف بس صار جزء منك. وهالبلد كثر ما هو في بلد يعني خلاق وفي عندك هالكميل هائل من الفنانين واللي عندهم طاقات هائله برضه وقادرين ينجوا برضه عم يقدروا ينجوا يعني رغم هالفوضى اللي نحن عايشين فيها. عم سميها فوضى ما عم سميها زبالي، عم سميها فوضى واللي هي حقيقه يعني نحن عايشين فيها. ما بعرف احنا ما بنسمي الاشياء باسماء او منيح بس لما نسمي الاشياء اوقات توصل لمرحله بدك تسمي الاشياء باسماء. انا عم احاول ضوي عليها بطريقه هيك يعني عرفتي كيف انا من خلال الفنانين يعني بعدها سموث اكثر عم تمرق هيك شوي. نحن كنا عم نشوف صور بس كمان بالملفات انا سميتهم ملفات يعني في هيك مختصر بلكي عن الفنان او حتى كيف بفكر او انت كيف بتفكر بصراحه بعمله انا سألت او بالمكان. انا طرحت سؤال على كل فنان وهو جاوبني يعني ما حبيت وانا يعني كتبت هيك جزء صغير انا شو كانت تجربتي معه. هيدي بنشوفها على بالدوبل باج يعني بالدبل سبريد على كل فنان. هون مثلا عندنا ايمن بعلبكي بالاتوليه تبعه عملي هي العمليه كانت اكثر يعني عم بسرق كنت خصوصيه الشخص عم ينساني عم هون عندنا فيلانجو مثلا فيلانجو هذا كونسبت هذا باربرز هن حلاقين بس برضو هدول يعني فنانين هن كحلاقين فنانين عرفتي كيف بس مش معروفين يعني ما او ما عندهم اسماء هذا. بعدين الكتاب بيوجد يعني منه محطوط للبيع بالمكتبات بيوجد بس بجاليري صالح بركات بكليمونسو بس لانه قطعه فنيه يعني يعني كقطعه فنيه بنلاقيه بس بجاليري ار. حلو كثير فكره يعني كيف موضوع الملفات كيف موضوعها وبأي طريقة. رح نشوف فيديو بعرفنا أكثر على هالعمل. Making of, yeah. ماهر قصتك مع الصورة يعني من طريقة شغلك بنعرف انه قصة كتير كتير حلوة وقصة ما بس بتعتبر على الجماليات اللي نحن معترف عليها هيك بالمجتمع. عندي عشق انا عندي عشق للكاميرا عندي عشق للتصوير عامة يعني الحياة دائما الحياة اليومية انا بشوفها يعني هلا عم سوق مثلا جاي لعندكم يعني بشوف كل شيء بطريقة فوتوغرافية يعني بشوف دائما صورة صورة قدامي والكاميرا بالنسبة لي أنا بعتبرها تول يعني بعتبرها أداة بتنفذ رغباتي بحب كتير الضوء فبشتغل كتير على الضوء الطبيعي ما بحب التركيب أبدا مع أني كنت مصور حرب أنا بديت كمصور حرب لبنان إذا بتعرف إذا بدك بس كنت ضد هالقصة ما يصير شيء لازم يعني تنذكر ما تنعاد هلا قصة انفجار أو شغلة يجوا كان مجموعة مصورين إيه عميل هيك سيبي هيك شيل هيدا عميلها انا كنت اتضايق كثير يعني من هالقصه هيدي انه جماليه العمل اذا بدك ما هي انت عم تعملي دوكيومنتينج عم تصوري مثل ما هي لحظه هاللحظه هيدي هاللحظه وهي حقيقه فبحب الحقيقه كثير وهيك بهالطريقه هيدي بشتغل كمان وحتى مشان هيك بنفذ رغباتي يعني اذا بدك بالبورتريت دائما لما بعمل بورتري لشخص كمان بنطر لحظه حتى لو عم يعمل بوز بنطر هاللحظه هيدي اللي هي 1 سكند واكره علي اني ارجع عيد وبس عيد بتلبك بعرف انه ما عم تزبط بقى فبوقف لازم ما بقى مقتنع ما بقى مقتنع انا بشوف هلا متى مثلا كمان بما هذا بيت مهجور مثلا انهجر بكليمونسو صاروا شوي شوي يكسروه حد بيته لحتى اخر شيء روحوا انا شارب ما شفتي قبل اخذته على مثلا على شكه عم حطيت الترين كمان اللي بنمرق حد مليون مره وما بننتبه لها ايه وما بنعمل شيء والمشكله كمان انه يا ريت الاماكن على القليله لو بيفتحوا مثلا مجال يخلون للتاجر اللي بيشتغلوا فن انه يعملوا اتليست يعملوا ستريت هلا ان شاء الله ما تصير يعني نستعمل هالكتاب كارشيف يعني نبطل موجودين على الارض لانه يعني كفنان كمصور فنان قادر انك تشوف هالزاويه وتعزلها عن العالم وتشوف جماليتها بس ما بعرف قد ايه المسؤولين عن الأماكن قادرين يعرفوا أهميتها يعني للأسف أنا ما فيني فوت فيها بس هي أنا يعني قدر ما زعجتني حبيت مثلا هون هبة أخذتها رحنا في أوتيل منسي بكفية اسمه العامرية يعني أنا مرقت حده مرة فتت
لقيته لوكيشن كثير منيح، قلت لها بتصورني، قالت لي اكيد اجت. يعني في عندك اماكن ما بتفهمي ليش بعدها هيك خردوات، يعني شو حاطينها ما بعرف، باقيه و خربه خردوات، قلت لها خربه. بس حبيت كثير انه مجمل انواع الفنون، يعني الفنان بيقدر يكون صحيح. فنان بكل شيء، في فنون ما بتعطى حقها مثل ما لازم، واوقات واغلب الاوقات بتكون اصعب من صحيح. بقيه الفنون صحيح. يلي بتاخذ شهره كبيره. صحيح، اذا بتلاحظي انه هون كلاندوي، عملت كلاندوي على عائله خليفه اللي هن اخر بينفخوا الزاز، هيدي عائله بالسرفان عم تنقرض، ما بقى في غيرها، يعني تيجي من البي من الجد للبي لهذا، وهي بيقول لك ما بعرف اذا نحن اسوسنا اصلنا فينيقي، هو البي بيقول لك هيك، حلوه بتطلع منه هلا هو، عرفتي كيف؟ فهيدي حبيت هيك اعمل مثل كلاندوي لهم العائله هيدي اللي على امل ما تنقرض، يعني هدول هن عباره هيدا البي اللي هلا موجود، اذا بتلاحظي عيونه قديش منفوخين، يعني بيعمل فرن لازم يحموها 1200 درجه او 1800 ما بعرف، وبيبقى شهر وشهر ونص تقريبا، وبلش برودكشن هو لحتى يفرط الفرن لحاله، بيوقف بيرجع بيروح بيرتاح، وشهر بيرجع بيجوا بيعمروا فرن بيرجع بيجوا، يعني ايه يعني هدول فنانين، اكيد فنانين عندهم صبر كثير كبير، يعني بنستعمل ازاز ونحن بكل بيوتنا بتصور، يعني عندنا كل ازاز، يعني كل اللي بتشوفيه بالمحلات اللي بينبيع من عند هالعائله هاي هن اللي بيعملوا البرودكشن كلها. يعني قد ايه كمان في من المعلومات من ثقافتنا من حضارتنا ما بنعرف عنها شيء؟ هلا طبعا كان فيني اعمل كثير ناس بعد، تم تفر، يعني انا اخترت هدول الناس اللي جاوب معي راسا لما كان فيني انطر كثير، بس انت مثل ما قلت لك البروجكت اسمه بي كرييتيف، كن خلاقا، وهذا البلد بلد ابداعات، نحن الحمد لله عندنا رغم كل شيء بهالبلد عندنا طاقات مش مخفيه، طاقات ظاهره، بدنا بس شوي هيك دعم معنوي اذا بدك بهالبلد حتى نقدر، وانا واحد من الاشخاص اللي عانوا منه، يعني عانيت منه، بتذكر من سنتين لما مرقت كنت مدبرس، يعني انه ما عارف شو بدي اعمل، فبس انه بضل واحد بوزيتيف، بضل بوزيتيف وبنضل، يعني هذا العمل انا بيريحني شخصيا، بخليني ارتاح. طيب هلا لشو عم تخطط لانت بس تجي بتوعدنا هلا عم خطط لمشروع تاني كمان بي كرييتيف، بس ممكن يكون ارتست ميد ان لبنان، ممكن يكون ومن فروم لبنان، ميد ان لبنان بالاحرى، هي دائما عمليه انه ارتست ميد ان لبنان، ومن ميد ان لبنان، دكتورز ميد ان لبنان، انجينيرز ميد ان لبنان، يعني وان شاء الله ممكن يكون الكونسبت انترناشونال، يعني بس انا هلا بهالوقت هذا بدي ركز شوي على لبنان، يعني بلدي قل علي شوي وجابه لي قطيه اكثر، وهيدا تاني كتاب مثل ما قلت لك لإلي بلبنان، بس من انا بعتبره من اهم الانجازات اللي عملتها من ناحيه مثل ما حكيت لك على الكونسبت كفكره كالماتريال تبعه طباعته وين عم ينبع وين محطوط، يعني مثل ما حسيتي مثلا ما بينحط بمكتبي، صعب شوي ينحط بمكتبي، ايه هيدا مكتبي قصدي مكتبي هيدا محله بالصالون، انه ايه لا بقصد ليبراري، ايه اوكي انت ينباع مشان هيك محطوط عند صالح بركات بالجاليري ك ك ك ارت بيس، يعني فما بينباع المكتبات انما بالجاليري، بس عند صالح بركات بالجاليري، عند صالح بركات هو تتيبقى شوي بس رونق الكتاب، يعني عرفتي ك ك كقطعه فنيه. انا كنت عم شوف قد ايه يعني كمان القياس بيفرض حاله، هو فولدر مثل فولدر اكزاكتلي exactly. وهيك معمول شوي على الطريقه اليابانيه مع الريبون بتذكر من جوا التوش الحمراء، يعني ما انا مغروم بالارت بالتفاصيل بالتفاصيل يعني اكزاكتلي مغروم بالتفاصيل والتفاصيل، هذا هاند ميد باي ذا واي، كله هاند ميد، 500 حبه يعني 500 كتاب هاند ميد 100%. ماهر عطار اهلا وسهلا فيك، يعطيك الف عافيه. فاذا الكتاب موجود بجاليري صالح بركات بكليمونسو، هيدا العمل الثامن لماهر عطار، نحن بانتظار اكيد عمل جديد، ودائما الاعمال بتكون فعلا مميزه جدا، ودائما بيكون الرساله يمكن كل واحد منا حابب انه يقولها، ولكن انت بتقولها عنا وعلى طريقتك، اهلا وسهلا فيك. ميرسي كثير. وقفه هلا بنرجع نتابع لايف.